كيف تؤثر الاضطرابات النفسية على صحة الجسم؟ الحقيقة إن كتير من الاضطرابات النفسية بيبقى مصاحبها اضطرابات جسمانية بنسميها أعراض جسدنة. يعني مثلا الشخص المصاب بالقلق أو الاكتئاب ممكن يجي بشكوى جسمانية طول الوقت، يعني طول الوقت بيشتكي إن أنا عندي صداع، أو طول الوقت بيشتكي إن أنا بطني بتوجعني أو ظهري بيوجعني، وكتير منهم بيبقى الشكوى متغيرة، يعني كل يومين ثلاثة شكوى مختلفة. الحقيقة إن المعاناة حقيقية، يعني هو مش بيدعي إن هو عنده هذه الآلام، هو فعلا حاسس بهذه الآلام، لكن هذه الآلام سببها الاضطراب النفسي وليس اضطراب عضوي آخر. كمان كتير من الاضطرابات النفسية ممكن تؤثر على الصحة العامة، يعني مثلا أمراض الضغط، مثلا القلب، كتير منهم ممكن يكون أحد أسبابهم إن الشخص ده عنده قلق أو عنده اكتئاب، فبيبقى هنا علاج الاضطراب النفسي واجب علشان أحسن الحالة العضوية للاضطرابات الأخرى. العكس صحيح، كتير من الاضطرابات العضوية والأدوية اللي ممكن إن إحنا ناخدها عشان نعالج أمراض معينة قد تؤدي لاضطرابات نفسية.